بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي ان شاء الله حل اول موديول، حل اسئله اول موديول اللي هو الويندوز. هم تقريبا 90 سؤال، اعتقد ان هو ان شاء الله امتحان بيجي فيه من خلال 90 دول. بيجي يا جماعه سؤال لك تيبيكال كما هو موجود ايه بالنص. طيب نشوف كده اول سؤال اللي هو كويستشن 1. مديك كده سطح المكتب اهو خلاص، وبيقول لك ايه بقى، بيديك السؤال بيقول لك open the games folder، يعني افتح الفولدر اللي اسمه جيمز. وليكن مثلا اتخيل يا جماعه ان هو ده كده ديسكتوب ماشي، وعايزك تفتح الفولدر اللي اسمه جيمز. فهتيجي تعمل ايه؟ هتيجي على جيمز كده وتجي عامل ايه عليه؟ دبل كليك بس وجاي فاتح معاك. هو ده يا جماعه اجابه السؤال. واحد تاني لو جاي عليه كده كليك يمين واوبن، اوكي ماشي مش هتفرق. بس افضلهم طبعا واسرعهم على الاطلاق انك تعمل ايه دبل كليك. طيب السؤال الثاني اللي هو بيقول لك ايه، بيديك برضو شاشه تفتح المكتب وبيقول لك اون ذا سيميوليتد ويندوز. كلمه سيميوليتد يا جماعه جايه من سيميوليشن اللي هو التماثل او التشابه، يعني بيديك كده هو في الامتحان بيديك ديسكتوب مماثل للي عندك على الجهاز خلاص وانت بتشتغل عليه. بيقول لك على هذا الديسكتوب المماثل كاري اوت، معنى كاري اوت نفذ ذا نيسيسري ستيبس، الخطوات الضروريه تو ريستارت ذا كمبيوتر عشان تقوم عمليه اعاده تشغيل للجهاز. وبيقول لك نوت، لاحظ دونت يوز كنترول والت وديليت، يعني ما فيش واحد يسيسك كده ويعمل لي ايه كنترول والت وديليت على الجهاز. هتبص تلاقي الجهاز فصل منك وانت وقعت في الامتحان مع انك شاطر. اوكي طيب عايزين بقى نعمل خطوات الايه لاعاده تشغيل الجهاز. طبعا سؤال سهل جدا اهو، عاملك بره بتيجي على قائمه قائمه ستارت تفتحها وتيجي تختار تيرن اوف كمبيوتر ماشي، وتيجي تختار ايه ريستارت. هي ده تلات خطوات يا جماعه، ستارت تيرن اوف وبتيجي تعلم على ايه ريستارت، هو ده اعاده تشغيل الجهاز. السؤال التالت بيقول لك اه كويشن 3، بيديك كده برضه نفس العمليه سطح المكتب وبيقول لك يوز ذا سيميوليتد ديسكتوب، استخدم سطح المكتب المماثل ده تو فايند اوت، كي تكتشف which operating system is installed، يعني اي operating system يا جماعه او اختصاره او اس، يعني نظام تشغيل، اي نظام تشغيل موجود عندك على الجهاز installed مستطب عندك على الجهاز. تعال نشوف كده اهو الديسكتوب اهوت، وعايزين نشوف ازاي هنعرف الاوبريتنج سيستم دوت نوعه ايه. تعال نشوف كده، بيجي على الكمبيوتر نعمل كليك يمين ونختار بروبرتيز اللي هي خصائص. بص كده اقرا كده في التاب اللي اسمها جنرال، اقرا كده السيستم مايكروسوفت ويندوز اكس بي بس خلاص. يبقى اذا النسخه او الفيرجن بتاعي اكس بي خلاص. ساعات ساعات ايه ساعات ما يضحك عليك يقول ما يجيبلكش ايقونه ماي كمبيوتر على ديسكتوب، تعملها ازاي؟ بص كده ستارت كنترول بانل وتختار ايقونه اسمها السيستم اهي في الكنترول بانل صح كده، هتفتحها هتلاقي نفس الكلام اللي انت بتاعته كده اهو جنرال والسيستم بتاعك مايكروسوفت ويندوز ايه اكس بي تمام. بنكمل بعد كده السؤال اللي بعد كده، السؤال كويشن 4 السؤال الرابع برضو نفس الكلام مدينا ديسكتوب وبيقول لك يوز ذا سيميوليتد ويندوز ديسكتوب تو فايند اوت، عايزك تكتشف هاو ماتش رام از انستولد، عايز اعرف يا جماعه الرامات عندك قد ايه على الجهاز. بعد كده نفس الخطوات بتاع السؤال اللي فات ازاي اهو ماي كمبيوتر كليك يمين بروبرتيز خصائص، بتيجي كده السطر قبل الاخير بص كده اهو كده بيقول لك نقط، هنا بيكتب لك ميجا بايت او جيجا بايت حسب اللي عندك. انا هنا عندي جيجا فاكتب لك 99% جيجا بايت اوف رام، لو عندك بالميجا هيكتب لك 128 ميجا بايت اوف رام ب 56 حسب العدد ايه اللي عندك، وبيديك قائمه تختار منها. بص السؤال كده اهو، انت تعمل الخطوات ديت وما هي تعمل كليك على ماي كمبيوتر وتعمل بروبرتيز بيجي لك الرقم ايه من هنا، فانت بتيجي عليه تختاره من هنا سواء 300 او 200 او 260 او ايه 450. اتفقنا؟ السؤال اللي بعد كده كويشن 5، فتح لك الكنترول بانل، فتح لك الكنترول بانل وبيقول لك تشينج ذا كيبورد لانجوج، غير لغه المفاتيح
تو يو كي انجلش، الانجلش بتاع اليونايتد كينجدوم، بتاع المملكه المتحده. تعال نشوف السؤال ده كده اهو، يلا كده بقى، وليكن دي ادي كده فتح لنا الكنترول بانل ماشي، وعايزك تغير لغه الكيبورد لايه؟ لليو كي انجلش. بص بقى، في ويندوز 2000 كانت في ايكون اسمها كيبورد، بتروح منها تغير ايه الكلام ده كله. لا، في اكس بي بقى بتروح حاجه اسمها ريجنال اند لانجويج اوبشنز، اي ريجنال اند لانجويج اوبشنز، يعني التغييرات اللغه والتغييرات ايه الاقليميه. بتفتحها اهوت، بص بقى، واحد يستعجل ويروح ايه يغير لك دي يو كي انجلش، ويقول لك اوكي، ويقول لك يا سلام انا خلصت كل حاجه. طبعا غلط، هو قال لك انا عايز اغير اللغه، فانت بتروح للتاب اللي هي في النص ديت اللي اسمها ايه لانجويجز، اللي هي اسمها ايه اللغات، وبتقول له ديتيلز تفاصيل. بتيجي هنا بقى تشوف اللغه دي موجوده ولا لا، بتفتح كده عربيك ايجيبت، وعربيك سعوديه اريبيا، وانجلش يونايتد ستيتس. هو مش عايز انجلش يونايتد ستيتس، هو عايز انجلش يونايتد كينجدوم. فانت بتعمل ايه؟ فانت بتختارها، بتقول له من اد، يعني ضيف لغه مش كده، ضيف لغه، وبتيجي هنا كده تختار انجلش يو كي او يونايتد كينجدوم ماشي، وتقول له اوكي. يبقى انت كده ضفته فين؟ ضفته في المجموعه دي. افتح بقى هاته كده اهو، هتلاقيه فعلا انضاف اهو، اختاره وقول له ابلاي ماشي، وقول له اوكي، واطلع بره قول له ايه اوكي. يبقى انت كده غيرت اعدادات اللغه، او غيرت الكيبورد لانجوج ايه ها ليو كي انجلش. السؤال اللي بعد كده كويشن 6 برضه فتح لك الكنترول بانل، هو نفس السؤال تقريبا، بيقول لك ايه بقى ركز معايا كده، بص معايا كده، بيقول لك change the keyboard language to Spanish international sort. نفس الكلام يا جماعه، نفس الحوار اللي فات اهو. الكنترول بانل بتفتح ايقونه اسمها ريجنال اند لانجويج اوبشنز، اهي بتفتحها وبتروح للانجويجز والديتيلز، بتشوف موجوده ولا لا، مش موجوده بتقول له اد، وافتكر كويس قوي اسمها اهو سبانيش، بس اسبانيش كتير، فانت بتشوف اسمها ايه بالظبط، فقال لك اسبانيش انترناشونال سورت اهو، بتقول له اوكي، بتروح تختارها من هنا اللي هو كده، وتقول له ايه لاي اوكي، وبعدين اوكي. انت كده غيرت لغه مفاتيح لايه للاسبانيش. السؤال اللي بعد كده كويشن 7 جايب لك كده فتح لك ويندوز اكسبلور، وبيقول لك اكسس يعني اوصل، ذا ديالوج بوكس المربع الحواري ذات وود انيبل يو، اللي هيمكنك او هيخليك تو فورمات ذا 3 اند هاف فلوبي اي درايف، يعني عايزك تعمل عمليه فورماتنج للفلوبي ديسك. تعال نشوف النظام كده اهو، هو فاتح كده هنا اكسبلور يا جماعه ماشي. طبعا هنا المفروض نقف على الايه ونعمل كليك يمين ونقول له فورمات، لكن هتلاحظ ان دلوقتي معظم الاجهزه الفلوبي مش موجود عليها، او ما حدش دلوقتي بيهتم بالفلوبي. فهنتخيل مثلا ان ده السي ده هو الفلوبي، بتيجي عليه بس كده كليك يمين وتقول له ايه؟ وتقول له فورمات. بس يا جماعه هو ده ايه حل السؤال. وهيقول لك انت جيت على السي، ما اتفقنا بقى، اتفقنا احنا تخيلنا ان السي ده هو الفلوبي، لان لو انا جيت على الفلوبي كده كليك يمين واقول له فورمات مش هيشتغل معايا، لانه هو اصلا مش موجود. خلاص؟ لكن في الامتحان هتروح على الفلوبي ايه وتعمل كليك يمين وتختار امر ايه فورمات. السؤال اللي بعد كده اللي هو السؤال رقم 8 كويشن 8 فتح لك ويندوز اكسبلور، وبيقول لك اكسس ذا دايلوج بوكس اوصل برضو للمربع الحواري ذات وود نيو يو، اللي هيمكنك تو فورمات ذا زايب ديسك اهو. نفس يا جماعه، بدل ما تعمل فورمات للفوبي تعمل فورمات لزايب ديسك اهو، لو حس كده تلاقي كلمه زايب 100 اي، تيجي نفس الكلام برضو، تيجي عليه كليك يمين وتقول له ايه فورمات. خلص. السؤال اللي بعد كده السؤال التاسع كويشن 9 فتح لك برضو ويندوز اكسبلور، وبيقول لك ايه بقى، وبيقول لك هولد داون، هولد داون
هولد داون يعني اضغط على ذا ابروبريت كي، على مفتاح مناسب، اند كليك وانس، واعمل كليك واحده تو اكستند عشان تمد ذا سيليكشن، عشان تمد التحديد تو انكلود لكي يشمل اول فايلز، كل الملفات داون، كل الملفات اسفل تو اند انكلودنج فوتوز دوت زيب. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ يعني هو هنا في الشكل ده هو محدد او عامل سيليكشن على الملف اللي اسمه ده كلابنج ده، عايز يمد التحديد الى هذا الملف اللي هو فوتس، بس بشرط ايه؟ بشرط يعمل كليك واحده بس ونضغط على مفتاح من الكيبورد. يا ترى ايه هو بقى؟ تعال نشوف ايه حاجه مشابهه للنظام دوت. بص كده، وليكن مثلا نفتح كده اي حاجه. ياكل يا جماعه، انا عايز ده مثلا بيتحدد اهو، ده متحدد، انا عايز احدد من هنا لهنا بضغط كليك واحده. اعمل ايه؟ ادوس على شيفت من الكيبورد، ادوس على شيفت من الكيبورد وداني دايس، واجي على الملف ده اعمل كليك. اوكي، بس طبعا ده لانه جاب، هو جاب الـ 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 هو ده الشيفت يا جماعه، بيجيب اللي جنب بعض اللي هي الايقونات المتصله. فانت لو عندك مثلا، لو عندك صف واحد بس او عمود واحد من الايقونات اهو، بحاول اجيب لك كله كده عمودين، يعني مثلا كده يا جماعه اخليه مثلا لست كده اهو. هنا يا جماعه لا، اجي مثلا شفت اهو معلم ده، لو عايز اعلم اللي تحت كله خلاص اللي تحت في كله كده شفت، واعمل على الاخير علم ايه كله. خلاص يا جماعه، يبقى اذا شيفت بيستخدم اني احدد العناصر او الايقونات ايه المتصله، غير كنترول خالص، وكنترول هتيجي ايه بعد شويه. خلاص يا جماعه، يبقى اذا فهمنا اجابه السؤال ده ان هو محدد لك ده. انا كل اللي بعمله بدوس شيفت وعلم على ايه فوتس دوت، وخلص السؤال. طيب بعد كده السؤال رقم 10 كويشن 10 بيقول لك ايه بقى؟ جايب لك كده الديسكتوب وبيقول لك اكسس زي دايلوج بوكس، اوصل للمربع الحواري ذات وود انيبل يو، اللي هيخليك او هيمكنك تو انستول نيو سوفت وير، من تنزيل سوفت وير جديد. لو انا عايز انزل او اسطب برنامج جديد او انزل سوفت وير جديد على الجهاز، اعمل ايه يا جماعه؟ بص كده، ما هي الخطوات؟ كالتالي، بعمل ستارت واروح على الكنترول بانل، ماشي، واروح على الايقونه اللي اسمها اد اور ريموف بروجرامز. هو ده الحل، سواء قال لك انستول او سواء قال لك ان انستول. طب واحد يقول لك خلاص كده خلص؟ ما هو ما حددلكش انهي برنامج هينزل على الجهاز، هو عايز يعرف انت فاهم هتقدر تروح على المكان اللي بينزل منه وبيشيل ولا لا. يبقى ستارت كنترول بانل اد اور ريموف ايه